heat lamp examination by Dr. Amr Magdy, Memorial Institute for Ophthalmic Research. Three main components the slit lamp, the illumination system in yellow color, the optical or microscopic system in green color, the mechanical system in red color. The component of the slit lamp, the height and width adjustment of beam 1 and 2, the filter number 3, the decentration screw, the scleral scatter, the tilting latch number 5, the mirror number 6, the magnification lever number 7. The circuit patient frame, tension rest, and heat band, the headrest tight mark, the العلامة السوداء اللي المفروض اللاترال كانسس يبقى على مستواها بتاع البيشنت. زي ما قدامنا انواع الستيت لامب او انواع الاليونيشن سيستم اللي في الستيت لامب هي بتقوم على نوعين. في المقام الاول الهاجشترايت سيستم اللي هو على الشمال ده اللايت سورس بيبقى فوق بيرفلكت اللايت على ميرور على عين البيشنت. النوع اللي على اليمين اللي هو الزايس سيستم بيبقى برضو اللايت سورس بس موجود انفيريولي او موجود تحت ريفلكتد برضو على بريزم وطالع اللايت في عين العيان. دول النوعين اللي بيستخدموا في الحياة عندنا في الكشف بتاعنا. يا هاجش لايت سيستم يا زايس سيستم. ماركات كتيرة جدا مش هنخوض في تفاصيلها ولا في انواعها. المهم النوعين مش الماركتين. نوعين. نوع الهاجش لايت نوع الزايس. دي طبعا التايبس اوف ماجنيفيكيشن تشينجر سواء باللاتش او بالروتيتنج درم. ده منظر الروتيتنج درم بتاعنا. عندي اليوسس اوف سليت لامب بنحتاجه تقريبا في كل شغلنا سواء اكزامينيشن او لو هنعمل فوتوغرافي تيتشنج تريتمنت لياج او ارجون ليزر انفستيجيشن او سي تي. سليت لامب ماونتد على الاو سي تي. التايبس اوف سليت لامب زي ما قدامنا تيبل ماونت او بورتابل او هاند هيلد او ماونتد تو سيرجيكال مايكروسكوب. دي الفيجرز تو نو اباوت سليت لامب. الرينج اوف موفمنت 80 مليمتر باك اند فورس 100 مليمتر سايد تو سايد 30 مليمتر فيرتيكال ديستانس بجويستيك اب اند داون. عشان كده لازم نبقى ظابطين اللاترال كانسس اوف بيشنت على البلاك ارو اللي موجود على السليت لامب. هورزونتال فاين موفمنت 16 مليمتر بجويستيك سوينج رايت او ليفت. working distance 68 مليمتر فدي حاجه بنبقى قريبين جدا من البيشنت فلازم عشان كده نبقى لابسين الماسك وناكد على البيشنت يبقى لابس الماسك عشان اثناء الاكزامينشن ما يحصلش انفكشن او ينتقل لنا اي حاجه خصوصا فيروس كوفيد 19 اللي موجود دلوقتي. سليت بيم فاريز من 0.2 مليمتر ل 9 مليمتر وبعض الاجهزه بيوصل 14 مليمتر. ده عشان نقدر نتحكم في الويتس بتاع البيم. دي الفلترز اللي في السليت لامب بتاعنا او رقم 1 اللي هي اوبن ابريتشر محدش تقريبا بيستخدمه في الكشف. اكتر حاجه اللي هي ليت ابسوربشن فلتر رقم 2 ده موست اوف اكزامينشن. الجراي فلتر رقم 3 ده للفاندس اكزامينشن. في الريد فري فلتر اللي هو لونه بيبقى جين. الكوبالت بلو فلتر اللي هو لونه بيبقى بلو. الهيت ابسوربشن فلتر زي ما قلنا عليه بيدي برايتست اليمينيشن بس بيكت الانفراريد بورشن اوف سبيكترم بيقلل اكسبوجر تو اكسس هيت اور لايت. بيستخدم اكتر في الاي سي ايجنيشن الاي سي سواء كان فلير سيلز. بيدي تيلز اكتر في الكورنيا على الباك سيرفيس اوف ذا كورنيا في كي بيز في ايريس بيجمنت في نوديول في اي حاجه في الاي سي بتبان اوضح بالهيت ابسوربشن فلتر. وده اكتر استخدامات في الكشف بتبقى موجوده عليه. ده الجراي فلتر طبعا هو ايديال فور فاندس اكزامينشن مينلي. ده الريد فري فلتر ده اكتر حاجه بنستخدمها في اثناء ديتكتنج للريتينال هيموريدج او مايكرو انيوريزم او فيتروس هيموريدج او فيتروس اوباستس او ديتكتر ريتنال نير فايبولير ديفكت ايلي ان جلوكوما. وده استخداماته الاساسية معانا. استخداماته مش كتيرة اوي عندنا. ده البلو فلتر دايما استخداماته
تبقى كومبايند مع فلوريسين ستين. ممكن نعمل بيها ابلانيشن، نسبة خط عين، نسبة بيه كورنيال ألسر، نعمل نسبة بيه كورنيال إيروجن، نعمل سيدل تيست. لازم يكون معانا فلوريسين. دي الابريتشر اللي بنقدر نتحكم فيها بالسليت بيم من 0.2 ملي 1 2 3 لغاية 8 او 9 على حسب السليت لامب بتاعنا. ممكن نلاقي برضو في الابريتشر فوق البلو فلتر، اوقات بيبقى موجود فوق في الابريتشر، مش كل الاجهزة كده، بس في اجهزة بيبقى فيها البلو فلتر موجود مع الابريتشرز بعديهم على طول، فنبقى عارفين بس نوع الجهاز اللي احنا شغالين عليه علشان ده يفهمنا فين البلو فلتر، ما نبقاش قادرين نقعد ندور فين البلو فلتر ومش لاقيينه. ده طبعا بيتحكم في البيم قد ايه والويدث بتاعه قد ايه، يساعدنا طبعا لو احنا شغالين عايزين نشوف اي سي اكشن فلير او سيلز، او عايزين نعد طبعا معاها هاي ماجنيفيكيشن، هتبقى الدنيا اسهل كتير. ابلانيشن تونومتر فور اي او بي مونيتورنج. دول التو تايبس اوف ابلانيشن، ال تايب او الاس تايب. طبعا ديورينج ابلانيشن تونومتر لازم الاول نعمل نظبط الجهاز يبقى متكالبريتد كويس، كل فتره كده نعمل روتين كالبريشن، ولازم نتعلم ازاي نعمل له كالبريشن مظبوط او نجيب الشركه تعمل له كالبريشن. طبعا لما نيجي نظبط اللايت بتاعنا يفضل ندارك الروم، نخلي الاوضه ضلمه، نعلي الاليومينيشن بتاعنا، نجيب البلو فلتر، نقلل الماجنيفيكيشن نخليه 10 كفايه، نظبط البيم جاي من الرايت او من الليفت على حسب احنا عايزين نقيس سويتش اي، يعني يفضل ان انت يبقى ايدك الفاضيه ناحيه العين اللي هتقيسها، يبقى الناحيه مثلا هتقيس العين اليمين نفضي ايدنا الشمال، ونخلي البيم جاي من ناحيه اليمين ناحيه النوز بتاع البيشنت. لو هنقيس العين الشمال نعكس، نخلي برضو اللايت جاي من ناحيه النوز ونفضي ايدنا اليمين عشان نقدر نمسك الليد بايدنا القريبه من ناحيه الاي اللي هي اوبوزيت سايد للاي. كذلك الحال لازم نظبط الابلانيشن نخليه على 1 عشان يبقى قريب شويه من القياسات ويقلل السيرفس تنشن اللي بيبقى موجود واحنا بنقيس الاي بي. لازم طبعا نبقى باصين مونوكيلر مش هنبص باينوكيلر، فنبقى عارفين احنا هنبص من ويتش اي، لان هي الكون بتاع الابلانيشن جاي قصاد 1 اي بيس من الاستلام. مين دي؟ كلنا بنبريفير الليفت اي، يعني محدش بيخلي الكون قصاد الرايت، هو كله بيخلي الكون قصاد الليفت اي. sources of error في السيستم كتيره قوي، اهم حاجه ان احنا نبقى ظابطين الرينجز تبقى حجمها زي الصوره اللي في النص دي، ما يبقاش اوفر ستيننج او اندر ستيننج اوف فلوريسين. لازم الرينجز تبقى بالستايل، اول ما بيلمسوا بعض من الانر ايدج يبقوا بالستايل، ما يبقوش ثابتين وما يبقوش عاملين اوفر او اندر استيميشن، يبقى الرينجز يا دوب جاست تاتش بعض من الانر ايدج زي الصوره اللي في النص اللي فوق موجوده. سورس اوف ايرور كتير قوي، ممكن ان اكيوريت هوريزونتال او فيرتيكال سنتريشن او اوفر ستيننج او اندر ستيننج اوف فلوريسين، كل ده يعمل سورس اوف ايرور يخلي القياس مش مظبوط. ده لما نيجي نعمل الادجستمنت للسليت لامب بتاعنا في المورنينج او في اول ما نبدا شغل عموما، بنفك اللوك اللي بيبقى موجود على السليت لامب عشان ما يتحركش في الفتره اللي احنا مش شغالين عليه فيها. بنادجست الاي بيس عشان نعمل 3 ديمنشنال ايمج على حسب الاي بي دي بتاعنا، بنادجست الماينس او بلس لينس علشان نقدر نشوف لو احنا مدون نظاره او لو عندنا ايرور اوف ريفراكشن مش عايزين نلبس النظاره، بن ادجست الماجنيفيكيشن عايزين بلس 10 او بلس 16 تكبير اللي احنا محتاجينه. يفضل احنا ممكن نخلي اللينس على ماينس 1 او ماينس 2 علشان نقلل الاكوموديشن اللي يبقى موجود. طبعا ما يفضلش ابدا يبقى في ناحيه البلس علشان يحصل اكوموديشن عنيف على الاخر هتيجي لنا اي سترين جامد. يفضل تظبط برضو الكرسي بتاع البيشنت او متقعد علشان يبقى ظهرك مفروض وهو العيان برضو ظهره مفروض، ونبقى مش مضايقين واحنا بنكشف. ده الانتيريور سيجمنت اكزامينيشن تكنيكس اللي عندنا، مثلا ديفيوز اليومينيشن يا دايركت اوبليك يا ايرس ريترو اليومينيشن، فاندس ريترو اليومينيشن ده لو دايركتد بيوبل، ايرس ترانس اليومينيشن ده لو على نارو بيوبل، سكلروتيك سكاتر او سبيكولار ريفليكشن، وهنشوفهم بالتفصيل. ده الديفيوز اليومينيشن عشان نكزامين الاي ليد والسيرفيس
of the eye mainly. الدايركت اوبليك الالومنيشن سيستم جاي اوبليك على الميكروسكوبيك سيستم زي ما احنا شايفين. بالدايركت اوبليك نقدر نعمل اسسمنت للثيكنس بتاع الكورنيا، الحتت اللي فيها سينينج، الحتت اللي فيها سكار، الحتت الفورين بودي، نعرف الليفل بتاعه قد ايه بالظبط، نقدر نشوف في فلير او سيلز في الاي سي، نقدر نعدهم لو قللنا الستيت بيم. يعني نقدر بالدايركت اوبليك نعمل كذا اسسمنت للاوبلر للعين عندنا، ونقدر نعرف حالتها ايه بالظبط. كذلك الحال برضو نقدر نشوف لو في بيجمنت على الباك سيرفيس اوف ذا كورنيا او كيبيز، ممكن نقدر نكزامن بيه اللينس، ونقدر نكزامن بيه لو في كاتراكت او لا، نقدر نكزامن بيه الايريس نشوف في نوديول ولا لا. يعني ده مينلي استخداماته كتيرة قوي معانا في اثناء الكشف. ايرس ريترو اليومينيشن ده طبعا على نارو بيوبل، بننور الايرس ونبص على ونعمل فوكس على الكورنيا، بتدينا ممكن ديتيلز اكتر على الكورنيا زي ما احنا شايفين الجوست فيسلز، لو فيها سكار، لو فيها فولدز في ديزنت مبرين او حاجة، تدينا يعني فكرة عنه. بس احنا في الاخر منورين على النارو بيوبل، منورين على البيوبل وبصين على قدام، بصين على الكورنيا. الفاندس ريترو اليمينيشن او الريد ريفليكس ده على الدايليت بيوبل، بنخلي اللايت يعدي من البيوبل ينور الريتنا ورا، فيظهر لنا الريفليكس بتاعها اللي هو الريد ريفليكس بتاع الريتنا اللي ظاهر ورا، نقدر نشوف منه وجود الكاترك زي ما احنا شايفين، نقدر نشوف منه تفاصيل اكتر في الانتيريور سيجمنت خصوصا في اللينس، بوستيريور سب كابسولار كاتراكت، الكورتيكال كاتراكت يبانوا بتفاصيل اكتر، لو بوستيريور بولر يبانوا بتفاصيل اكتر عن الدايركت اوبليك، يبان نشوف لهم كده منورين اجينست الريد ريفلكس اللي هو بتاع الريتينور. عشان نجيبه يبقى اللايت جايب اكزيال كده زي الصوره اللي على الشمال قدامنا. ده الايرس ترانس اليومينيشن على النار بيوبل، بننور البيوبل جوه، ننور الريتنا ونشوف الريفلكس بتاع الريد ريفلكس ده على الايرس، لو في مثلا حتت في الايرس حصل فيها اتروفيك او حاجه هيبان الريد ريفلكس منها، او يبان بالمنظر اللي احنا شايفينه كده في حتت بتن موز بتن ابيرنس بتاع الايرس، على حسب احنا باصين فين، منورين من جوه البيوبل وباصين على الايرس، هنشوف الريد ريفلكس اجينست الايرس، لو في حتة عمل لها بي اي ممكن نشوفها بدأت تنور من ورا بالريد ريفلكس بقى منور، عرفنا ان البي اي ده مفتوح ولا مقفول. السكليروتيك سكاتر بنظبط السليت بيم عند الليمبس بأوبليك انجل بحيث ان يحصل توتال انترنال ريفليكشن لللايت جوه الكورنيا من الانتيريور سيرفيس والبوستيريور سيرفيس، يفضل اللايت توتال انترنال ريفليكشن يحصل بين الانتيريور والبوستيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا لغايه ما يطلع من الناحيه الثانيه واحنا باصين قدام على الكورنيا، فهنشوف الديتيلز اللي ظهرت من الكورنيا بسبب الريفليكشن اوف لايت وراها، مش بنبص من الميكروسكوب او بالسليت لامب من الناحيه الثانيه مستنيين الضوء يخرج منها، لا احنا بنبص على الكورنيا سنترال بس السليت بيم جاي على الليمب زي ما في الصوره قدامنا، ويحصل توتال انترنال ريفليكشن لللايت جوه لغايه ما يخرج واحنا مالناش دعوه بيه، احنا شايفين الريفليكشن بتاعه على الكورنيا زي ما احنا شايفين في السبيكولار ريفليكشن. عشان نقدر نأسس الاندوثيليوم بنظبط البيم والفيونج سيستم بيبقوا على 20 لـ30 ديجري، بنجيب البوستيريور كورنيا فوكس بالسليت لام ونبص عليه لغايه ما نلاقي برايت ريفليكس ظهر، ده بتاع الاندوثيليوم جنبيه على طول او وراه على طول بيبقى الريفليكس بتاع الاندوثيليوم اللي السهم مشاور عليه، لازم ده نعمله باي ماجنيفيكيشن، حتى يا ريت يبقى اكتر من 16 لانه محتاجين ماجنيفيكيشن عالي قوي علشان نقدر نجيب الاندوثيليال سيلز ونقدر نعدهم او نقدر نعمل لهم اسسمنت. عموما احنا ممكن بالدايركت اوبليك برضو ان احنا نقلل السليت بيم ونركز على الباك سيرفيس بتاع الكورنيا، نشوف البودورانج اللي هو بتاع الكورنيا بطاطا او الفوكس اندوثيليال ديستروفي، هيبان لنا حاله الاندوثيليوم اخبارها ايه قبل ما نعمل
سبيكر ريفليكشن، لان ده بيبقى صعب شويه، محتاج ماجنيفيكيشن عالي ومحتاج جهاز مظبوط ما يبقاش متاح معانا في كل الاوقات. السبيكر مايكروسكوبي برضو مهم في الاي بانك، برضو محتاج نعمل سبيكر مايكروسكوبي نأسس العدد قد ايه، حتى لو كان الرقم موجود معانا بالماشين بنحتاج ان احنا برضو نعمله بنفسنا عشان نأسس الكونديشن بالظبط. العدد بتاعنا من متوسط من 2400 ل 3200 سيل فير مليمتر، ده الكورنيا الكويسة. العدد بيقل سنويا، العدد لما يقل من عن 1000 غالبا بيحصل إديمة في الكورنيا زي حالات الفوكس ديستروفي او الحالات اللي فيها جطاطة او الحالات اللي فيها اندوثيليال سيل حصل لوس ديورنج السيرجري فيبو او اكسترا او كيراتوجرافي. الاي سي ديبس ميجرمنت رفل كده، وكان اساس الاي سي ديبس بالفان هيريك ميثود، بنقلل السليب بيم ونخليه على انجل 60 فيرتيكالي على الليمبس، بنأسس الاي سي ديبس ان كومباريزون للكورنيال سيكنس، يعني نشوف المسافه ما بين الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا لغايه الايريس ونعملها كومباريزون بالكورنيال سيكنس، ونشوف زي ما هنشوف السكيل اللي جاي قد ايه المسافه دي ان كومباريزون للكورنيا. دي الجريدز بتاعت الفان هيريك، طبعا لو اقل من ربع الريشيو اوف سبيس بتوين الاندوثيليوم للايريس اقل من ربع الكورنيال سيكنس دي تعتبر جريد 1، جريد 2 حوالي الربع، جريد 3 النص، جريد 4 1 تو 1 يعني نفس المسافه او اكتر، نفس السيكنس او اكتر. دي شكلها كلينيكالي، عايزين نقارنها بالسلايد اللي فات عشان نعرف في شكلها الكلينيكالي بيبقى عامل ازاي. وده شكلها في الصور برضه يورينا الفان هيريك بيبقى عامل ازاي. لما نيجي نعمل انجل اكزامينيشن طبعا لازم نشوف البيشنت نعرف احنا هنعمل ايه، يعني لو هنحط له انستيزيا نحط له بينوكس ونقول له احنا هنحط لينس سواء كان الجونيو لينس او الثري ميرور او الفور ميرور، ونقول له احنا هنروتيت العدسه في عينك. بعد ما بنحط بينوكس بنحط طبعا كابلنج فلويد على الثري ميرور او الفور ميرور، ونستخدمه على الجلوب على طول، نخلي البيشنت يبص لفوق ونحط اللينس قصاده على طول جنتري كده، نمسك اللور ليد والابر ليد ونحط الثري ميرور قصاده على طول ونخلي البيشنت يلوك فورورد. بعد كده نبص بقى من ويتش ميرور احنا شايفين، احنا شايفين الاوبوزيت سايد اوبوزيت انجل للميرور اللي احنا شايفينها دي تبقى اللي قصادنا، ونحرك 360 درجة لغاية ما نشوف الانجل ولا راوند اخبارها ايه، مقفولة مفتوحة حتت في ساينيكيا حتت الاخبار الدنيا فيها فاسكولاريزيشن ولا ايه الدنيا واصلة ليه. وبعد كده جنتري واحنا لما بنخلص بنشيل العدسة بنخلي البيشنت سكويز على الاي تطلع العدسة معانا بسهولة. احنا طبعا الانجل اللي بنشوفها في العدسة الجونيو بتبقى الاوبوزيت انجل، مش الانجل اللي تحتينا على طول، لا بتبقى الاوبوزيت للجونيو لينس اللي احنا شايفينه، فعشان كده بنقعد نحرك العدسة ونبقى عارفين المايند بتاعنا الانجل المقفولة فين والمفتوحة فين. الصورة ما بتبقاش ريفرسد، هي بتبقى بس انفرتد. الفندس اكزامينيشن عندنا نوعين من العدسات، هاي ماينس لينس هاي بلس لينس. الهاي ماينس لينس زي الروبي لينس او الجولدن سي ميرور لينس. الروبي لينس بتدينا ايركت ايمج ولا ريفرسد ولا انفرتد، هي الصورة مظبوطة زي ما احنا شايفينها كده، هي مظبوطة كده قصادناها بس بتبقى صغيرة قوي. الجولدمان 3 ميرور لينس بالجزء السنترال بارت بتاعنا بتبقى اريكت واكتشوال سايز ايمج. الهاي بلس لينس زي العدسه 60 العدسه 90 العدسه 78 بتدينا انفيرتد اند لاترال ريفرسد ايمج، بنقدر نشوف بيها الصوره بتاع الفندس مقلوبه ولاترالي ريفرسد. الفاسكولار اركيد بتاعتنا بتبقى انفيرتد برضو بس الاوبننج بتاعنا بتبقى ناحية النوز والعين من العيون. مهم اوي ان احنا بنستخدم الهاي بلس لينس نبقى عارفين ان لو قلنا للعيان يلوك اب يبقى احنا شايفين اب مش شايفين داون، بس مقلوب ولاترال ريفرس برضو بس احنا شايفين فوق
لو قلنا له لوك داون احنا شايفين تحت بس برضو مقلوب ولاترال ريفرس، يعني لو شفنا حاجه في ايدنا اليمين هتبقى هي في الحقيقه في ايدنا ناحيه ايدنا الشمال. عشان نقدر نعمل فندس اكزاميشن مظبوط بالسليت لامب محتاجين نداركن الروم، محتاجين نسند الالبو عندنا، مبيبقاش ايدنا مشعلقه، دايليت البيوبل لو مش ممنوع ممكن نعمله من خلال 3 مليمتر البيوبل بتاعنا، بس لو نقدر نوسع يبقى افضل. طبعا يفضل واحنا بنعمل فندس اكزاميشن بالسليت لامب ان احنا نخلي الماجنيفيكيشن قليل، نخليه 10 كفايه قوي، نخلي الويت بتاع السليت بيم كفايه يبقى 1.5 مللي، نجيب الجراي فلتر اللي هو نيوترال دينستي فلتر، نخلي السليت بيم 90 ديجري على البيشنت، السليت والمايكروسكوبيك سيستم يبقوا الاليومنيشن والمايكروسكوبيك يبقوا عموديين على البيشنت، ونخلي اللايت كله معدي في البيوبل. طبعا نخلي العيان يبص على كتفنا او ودننا المقابلين، يعني نفحص العين اليمين نخليه يبص على ودني اليمين او كتفي اليمين. محتاجين ان احنا يبقى قدامنا طريقتين، يا اما نقرب من قدام من العيان ونرجع لورا علشان نجيب فوكس، اول ما نلاقي فوكس على بلاد فيسل نقف، او ان احنا نيجي من ورا ونطلع لقدام بالستيت بيم بالمايكروسكوبيك سيستم او بالستيت لامب عموما لقدام لغاية ما نلاقي فوكس. اول ما هنلاقي فوكس هنوقف ونبدأ نعمل فاين موفمنت لغاية ما نلاقي الفيو مظبوط، ونتحرك يمين وشمال وفوق وتحت لغاية ما نشوف اللي احنا التفاصيل اللي احنا محتاجينها كلها. طبعا احنا نقدر نعمل اكزامينيشن من النارو بيوبل لو مش عارفين نوسع او هو ما بيوسعش في حالة الدايبيتك، هنقلل السليت بيم على قد ما نقدر ونقلل الويتس والهايت بتاع السليت بيم، ونخليه يبص على ودننا التانية او الشولدر اللي قصاده علشان يبقى جايبين الديسك على طول قصادنا. لما نيجي نعمل ديسانفكشن للسليت لامب لو حاطين بيبر على السليت لامب نشيل بيبر بعد كل بيشنت، لو حالة انفكشن او ابسس او حاجة طبعا يفضل ان احنا نعقم الجهاز بقى لكل 70% او حتى بكلور نخلي النيرس تعقم لنا الجهاز. يفضل ما نعقمش المراية عشان ما تفقدش الكلاريتي بتاعتها وتقلل الريفليكشن بتاعها، ساعتها المراية ممكن لونها يغير يبدأ يظهر نقط سودة فيها، ساعتها ممكن يبقى الأمور مش لطيفة بالمراية. Thank you for your kind attention. Thank you for your